أكثر الأعياد والاحتفالات غرابة حول العالم. تقام العديد من الاحتفالات سنوياً حول العالم والتي تجمع الملايين لمشاهدتها، منها ما هو رائع ومثير ومنها ما هو غريب وجنوني بشكل لا يصدق. هذه مجموعة من أغرب الاحتفالات التي تقام حول العالم. 5. مهرجان النار في اسكتلندا. يحدث هذا المهرجان في كل عام في جزر شتلند الإسكتلندية، وهو من أكبر المهرجانات النارية في أوروبا في منتصف فصل الشتاء. ومع نهاية موسم الأعياد يقوم الناس بإحياء ذكرى محارب الفايكينج في مسيرة طويلة تنتهي بقذف آلاف الكرات النارية لحرق سفينة فايكينج كاملة. Yeah, we got. 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 Y